لبعض الصور، مثل هل لبعض الصور القرآن فضل عن بقية الصور؟ نعم، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وآية الكرسي هي خير آية في كتاب الله، وكذلك سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وثمة سور أخر والله أعلم.